احنا جايين هون في اطار زياره للمجهود اللي معدله الشباب اللي هو توفير المراحيض العموميه اماكن تجمع السكان خاصه اماكن ازدحام. هاي نقطه ساخنه، وكنا قبل ذلك في السوق الكبير. هون نختار نشيد بهذا المجهود الوطني اللي قاموا به الشباب على حسابهم. هذه مراحيض لا توفر خدمات، وان شاء الله احنا كبلديه دون ندعمهم. وبالنسبه للشركه، هي شركه شبابيه بحته بجهود شبابيه، عباره عن تتوفر مراحيض عموميه، منها الثابته اللي درنا في المرص، ومنها المتنقله اللي نديروا في الساحات العموميه. والهدف من الشركه هو القضاء على ظاهر التبول في الشوارع وتحسين من سلوكيات المواطن العادي، توفير له بديل عن هذه السلوكيات البدائيه، وخلق فرص عمل للشباب